بسم الله توكلت على الله. بجهز العجينة، حط 3 أكواب طحين، ملعقة كبيرة خميرة، ملعقتين سكر، ملعقتين حليب بودرة، وملعقة صغيرة ملح. نحط 1/4 كوب زيت، وتعجنون زي ما قلت بماء أو حليب أو زبادي. اليوم بعجنها بالحليب، 1.25 كوب تقريبا إلى 1.5 كوب. بسم الله. نرتاح نص ساعة إن شاء الله ونرجع لها. حياكم الله. خمرت العجينة ما شاء الله. زودت أنا على المقدار الواحد 3 أكواب، حطيت زيادة كوب، يعني زودت شوي لأني أبغى أسوي منها قيمات محشية بالجبن. حطها في فيها جبن، حطها في الحليب، بعدها في السمسم وقليها. فزودت المقدار شوي حسب ما تشوفون يكفيكم، المقدار واحد يكفي أو تزيدون شوي. ببدأ الآن أصلح السمبوسة وفطير اللحم. شوي طحين، كور العجينة، نحشيها باللحم. ممكن أصلح بعد أصابع جبن وأصلح القيمات المحشية. بسم الله. نفرق العجينة، نحط فيها حشوة اللحم. فطيرة اللحم بعد ما أخلص دهنها ببيضة ودخلها الفرن، بعد ما تستوي نفتحها ونحط فيها خيار وطماطم وجرجير. وهذه طريقتي فيها. ممكن تخلونها بدون فتح. خلاص تجهيز فطاير اللحم، غطيها بفوطة وخليها شوي بعدين ندخلها الفرن. وجهز الآن القيمات المحشية. عندي العجينة، كورها إلى كور صغيرة مرة. كل الكمية اللي عندي هذه كورها إلى كور صغيرة. بحط فيها جبن، بعدين أغمسها في الحليب، بعدين في السمسم. تقلونها بالزيت، ممكن تحطونها في شعرية باكستانية مكسرة، بعد تطلع حلوة. ونبدأ بسم الله. ناخذ العجينة نفتحها شوي، نحط فيها قطعة جبن، نقفلها زي الخلية بالضبط. نحطها في الحليب السايل، بعدين في السمسم، وزي ما قلت بعد ممكن في الشعرية الباكستانية تطلع حلوة، بس بالسمسم أطعم وأحلى. بجمع الكمية كلها خلاص، وبعدين أقليها في الزيت. تسقونها بعسل أو بشيرة أو دبس تمر. خلص الكمية اللي عندي كلها، أول شي بحشيها بعدين أحطها في الحليب والسمسم. خلصت تجهيز القيمات المحشية، خلاص الزيت الآن ساخن، ببدأ أقليها إن شاء الله. والفطاير بدخلها الفرن، دهنتها بيضة مخفوقة. نبدأ بسم الله. الزيت يكون متوسط، النار قصدي متوسطة، ما تكون بالمرة حارة عشان تستوي القيمات. طبعا بيطيب شوية السمسم عليه. ونخلي تخلونها تتحمر زين عشان ما تبدأ عجينة.
تقلبونها شوي انت تحمر. خلصنا القيمات المحشية، وقت التقديم حط عليها عسل أو شيرة. طول العافية، تقبل الله منا ومنكم جميعاً.